امبارح اتكلمنا عن الدكتور احمد الطحاوي عضو لجنه الصحه في مجلس النواب، واللي هو شايف انه ترك الانثى بلا ختان امر غير صحيح، وانه اذا كان الختان جائرا فهذا هو الخطا. وكان معنا النائب امبارح واصر على كلامه واتهمنا ان احنا بنناقش الموضوع ده يعني، وان ده امر تافه كاننا احنا اللي اثرنا الموضوع مش هو، وطالب باخذ راي الدين. وفعلا دخل معانا الدكتور الشيخ محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الاسلاميه، وقال واكد على الهواء مباشره في مساء القاهره ان الختان لا اصل له في الشرع سواء في الكتاب او السنه. النهارده لاول مره بتشهد محكمه جنايات السويس محاكمه متهمين بالقيام باجراء عمليه ختان اناث تسببت في وفاه طالبه عندها 17 سنه ميار محمد موسى، ماتت بسبب تعرضها لعملية ختان داخل إحدى المستشفيات الخاصة في السويس. كشفت تحقيقات النيابة العامة في السويس أنه شقيقة الضحية التوأم قامت هي الأخرى بإجراء عملية ختان في نفس يوم وفاة ميار في حضور الأم، واللي دخلت السجن وتم إحالتها للمحاكمة. وقررت النيابة العامة في السويس النهاردة الأربع إحالة أربعة من المتهمين إلى الجنايات لاتهمهم بإحداث جرح قطعي أفضى إلى موت الفتاة. معنا